أعلنت مصادر أمنية لبنانية مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين بجروح نتيجة تفجير سيارة ملغمة في بلدة عرسال المحادية للحدود السورية. وأفادت مراسلتنا نقلا عن شهود عيان أن الانفجار وقع في مبنى تابع لهيئة توزيع المساعدات على اللاجئين السوريين، حيث كان يعقد اجتماع لهيئة علماء القلمون التي تقود جهود الوساطة لإطلاق سراح العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى تنظيم جبهة النصرة. ومعنا مباشرة من بيروت مديرة مكتب التلفزيون العربية جويس الحاج خوري. جويس، هل اتضحت أي تفاصيل حول هذا الانفجار والجهة المسؤولة عنه؟ بداية دعيني أشير إلى أن الاجتماع لم يستهدف هيئة علماء المسلمين في القلمون، وإنما الهيئة الشرعية في القلمون. هذا الاجتماع الذي كان يعقد في بلدة عرسال كان هدفه إجراء مصالحة بين أشخاص متخاصمين داخل بلدة القلمون، وكان برعاية الهيئة الشرعية. حتى الساعة هناك تضارب في المعلومات حول أسباب هذا التفجير. هناك من يقول أن التفجير نفذه انتحاري داخل هذا المكتب، وهناك معلومات أخرى تشير إلى أن صاروخا أطلق باتجاه هذا المكتب، ويقال أن الصاروخ هو من صنع مصري. ولكن حتى ساعة حتى الجهات الأمنية لم تتمكن من تحديد أي معلومات محددة عن أسباب هذا الانفجار. وإنما المحصلة غير النهائية حتى الساعة هي 6 قتلى، من بينهم 2 من مشايخ الهيئة الشرعية في القلمون، وعدد كبير من الجرحى. هناك بعض الجرحى حالتهم خطرة، وبحسب مصادر المستشفى الميداني داخل عرسال فإن هناك حالات قد تؤدي إلى الوفاة في وقت لاحق. هناك أيضا من بين القتلى من المدينيين الذين صادف وجودهم في هذه المنطقة، هناك أضرار كبيرة لحقت بهذا مكان. ولكن حتى الساعة لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن هذا الموضوع. وعندما سألنا أحد المشايخ الذين كانوا في هذا الاجتماع خلال حصول التفجير، يقول إنه ليس لديه أي معطيات عن الخلفية التي أدت إلى حصول هذا الاستهداف للهيئة الشرعية في القلمون. ننتظر اتضاح المزيد من المعلومات. نعم. شكرا جزيلا لك جويس الحاج خوري مديرة مكتبنا من العاصمة اللبنانية بيروت على جملة هذه التفاصيل.